اكتر شخص بيبقى مهم في حياه الحامل؟ دكتور النساء والتوليد، الام الحامل لاول مره، امتى تقلق وامتى تبقى يعني طبيعيه؟ ودايما انا بقول للدكتور الشاطر اللي هو يقول للمريضه الحاجه قبل ما تحصل لها. لاول مره على شاشه التلفزيون تشوف معانا النهارده هي حامل في ولد ولا بنت؟ ده سونار ثلاثي رباعي الابعاد. احنا بنستخدمه علشان نتاكد ان مفيش اي تشوهات في الجنين. لحظات الترقب. حبيبي يا النهارده بستقبل في اول ظهور ليها على شاشات الفضائيات بعد وفاه زوجها المرحوم وائل نور. وبيحب قوي الاطفال جدا. انت حامل المفروض بقى تقعدي في البيت، هتاخدي اجازه امتى؟ بلاش حركه كتير، شغل ايه يا بنتي؟ طريقه الناس معترضه اصلا ان هي ازاي مراسله وبتنزل الشارع؟ الحمل ده له شطاره منكم وقله الحمل دي مش خيابه منها. الجو المحيط ده من اول ما ابتديت ان انا لا في تاخر عندي لا في مضايقات. شيماء كانت حامل في توأم وحملها في التوأم ده لا ده خلاها تفكر في مشروع. ابتديت فان بيج اسمها انا حامل عشان اكتب فيها شويه تيبس ويوميات وحاجات حصلت لي في الحمل. اكبر تجمع حوامل لاول مره على شاشات الفضائيات. حياتنا مع دعاء فاروق. حياتنا السبت 9:00 مساءً.